الله الرحمن الرحيم. زهرة زهير رئيسة جمعية تندوكا الحي ورئيسة جمعية النسوة. نتواجد الآن في رواق باب الزربان للفنون في ملتقى في دورته الثانية، ملتقى النسوة في دورته الثانية. هذا الملتقى عرف الافتتاح من نهار 8 ماي وسيعرف الاختتام من نهار 22، يعني 15 يوم ديال الأنشطة اللي في هذا الملتقى. الملتقى بنينا على الملتقى الأول في الدورة ديالو الأولى اللي كان من 1 مارس إلى 10 مارس 2020. هذه الدورة الثانية لأن مع الوباء وهذا ما بقاش لنا كيفاش نديرو باش نديرو الدورة الثانية، وهذه دابا تحت لنا فرصة باش نديرو الدورة الثانية. وهذه الدورة الثانية الحمد لله كانت لاقت إقبال كبير من الساكنة ديال المدينة ديال تارودان، وسيختو لأن الملتقى هو ملتقى نسوي 100%. العريضات كلهم نساء، الجمعية ديال تندوكال كلها نساء، كل جمعية النسوة كلها نساء. داكشي باش الأغلبية ديال سميتو كلشي العريضات وداكشي كلهم نساء. كاين المنتوجات المجالية، كاين منتوجات الصناعة التقليدية، كاين الفن التشكيلي، كاين السيراميك، الأعمال اليدوية، الرسم على الزجاج، على الخشب وعلى الثوب، وأيضا هناك الزربية الرودانية بالمنسز ديالها بالمسائل ديالها والخياطة بجميع الأنواع ديالها، يعني الطرز، الرندة، جميع المسائل ديال الخياطة. كذلك الملتقى يعرف كل مساء واحد الصالون الأدبي اللي تحدثنا فيه عن الثقافة وعن الحضارة وعن التاريخ والإبداعات النسوية الرودانية، لأن الشعار ديالنا هو هذا: نيت تاريخنا، حضارتنا، ثقافتنا وإبداعاتنا، أنوار ساطعة. بالنسبة للملتقى العشية كيكون عندنا صالون أدبي، يعني كنتحدثوا فيه على التاريخ وعن الحضارة وعن الثقافة وعن الإبداع، وأيضا صالون أدبي نتحدث فيه عن السجل والشعر والقراءات والإصدارات أيضا للتلميذات ولنساء رودانيات. هناك أيضا زيارات لمؤسسات تربوية، هناك أيضا صالون صحي وبيئي ورياضي نستضيف فيه شخصيات رياضية، يعني النساء الرياضيات ديال تارودانت اللواتي حصلنا على ميداليات ذهبية في بعض الأولمبيات وداكشي، ولم يذكر أي من الأسماء ديالهم. هذه كانت فرصة باش نعيطوا لهم حنا باش على الأقل يعرفوا بأن البصمة ديالهم راه هي واصلة، وحنا عارفين فين وصل المسار ديالهم. وهناك أيضا طبيبات وأستاذات دكتورات اللي داروا معنا ندوات، بحال الدكتورة إلهام الخصاصي اللي دارت معنا واحد الندوة حول الضغوطات النفسية للمرأة وسرطان الثدي. كاين هناك ثاني واحد السيدة جاتنا من كازا دارت لينا ثيرموميكس، هي خدامة في الشركة ديال ثيرموميكس ألمانيا، وجات دارت لينا واحد التجربة ديال الثيرموميكس المدة ديالها 3 أيام، دارت السبت والحد وعاودت دارت البارح. واليوم أنتم كما تشوفوا عندنا ورشة للأطفال، للرسم، للألعاب البهلوانية أيضا، وللأغاني ديال الأطفال. والعشية تيكونوا عندنا تلاميذ وتلميذات مؤسسات تربوية بحال سيدي وسيدي، بحال رحال مسكيني، كيجيو عندنا كل واحد كيعطي في المجال اللي عنده، يعني في المسرح، في الغناء، الموسيقى أيضا، القراءات بجميع اللغات. كاين عندنا مواهب اللي الحمد لله في تارودان اللي خصنا ناخذوا بيديها، وهذا هو الهدف ديال جمعية النسوة. بغينا باش نوصلوا هاد الشباب باش يوصلوا لايادي امينه اللي تسقل المواهب ديالهم، ما يضيعوش عندنا في تارودان. وتحيه عاليه للمراه الرودانيه، تحيه عاليه لكم رجال الاعلام اللي واصلتوا معنا التغطيه ديال الملتقى لمده 15 يوم اللي الحمد لله عطى الصدى ديالو، ماشي غير في تارودان ولكن عطى الصدى وطنيا، وتتواصلوا معنا ناس من جهات من المغرب، وتشكرونا على هذا الملتقى.
وهذه الفكره اللي كانت ناجحه 100% وكنتمنوا ليها تواصل وكنتمنوا ليها العمر المجيد يعني يكونوا عندنا دورات ودورات ناجحه بحال هذه. والسكنه ديال تارودانت راه متعطشه بحال هذه الملتقيات. وشكرا لكم جزيلا على التغطيه ديالكم سي موسى.